نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. انخفاض في حوادث الطرقات خلال النصف الأول من رمضان وفق المرصد الوطني لسلامة المرور، ودعوة إلى تلافي السرعة وعدم التركيز عند السياقة. مؤشرات سياحية واعدة، ووزارة السياحة ترصد ميزانية للبلديات لتنظيف المناطق السياحية مع تنسيق أمني لإنجاح الموسم السياحي. وفي مسيرة العودة الكبرى وفك الحصار، 3 شهداء ومئات الجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. منتصف الليل ونصف من تونس، أهلا. ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية في عرض سواحل قرقنة إلى 77 شخصا في حصيلة محينة، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي. وذكر التركي أن الجهات المختصة بصدد التعرف على هويات أصحاب 8 جثث منتشلة، كما أضاف أن عمليات البحث عن المفقودين متواصلة بشكل حثيث، متوقع عن العثور على حوالي 30 جثة أخرى في عمق البحر، وفق أقوال عدد من الناجين الذين كشفوا إثر التحري معهم أن المركب احتوى على حوالي 180 مهاجرا سريا. خلال 18 يوما الأولى من شهر رمضان، سجلت حوادث وطرقات انخفاضا في عددها وعدد القتلى والجرحى وفق أرقام المرصد الوطني لسلامة المرور. خلال 18 يوما الأولى من شهر رمضان المعظم، سجلت الطرقات 166 حادثا، حوادث أسفرت عن مقتل 42 شخصا وإصابة 239 آخرين. ولئن عرفت الحصيلة انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ب 123 حادثا وانخفاضا في عدد القتلى ب 21 قتيلا، إلا أنها تبقى نزيفا على الطرقات والأسباب مختلفة. تكثر فلاسك بنسبة 90%. قل التركيز والجري، هذاك جري مع شقة الفطر العباد التير، كل واحد يجري في 120 الآخر يجري، هذيك هي الحوادث أكثر حاجة في رمضان، العباد تجري في قبل شقة الفطر. مي مربوطة بالنفسية متاع العباد، تبدأ عباد صايمة وعباد على أعصابها وشوي ستريس، وزيد بارسا في رمضان زاد عباد تصل الصباح وتجي تخدم، زاد مش معقول. حوادث مرورين خلال شهر الصيام تنحصر أسبابها حسب المرصد الوطني لسلامة المرور في السرعة وعدم ملازمة اليمين وقلة النوم. وخلال رمضان هذا شهدنا معني حوادث كثيرة من فئة المترجلين وأيضا الدراجات النارية. أبرز الأسباب بالنسبة للسرعة خلفت 15 قتيل، عدم ملازمة اليمين 7 قتلى و 6 قتلى راحوا نتيجة المداهمة. المداهمة هي عدم ترك مسافة الأمان، وكالغفوة هذيك ما تخليكش تترك مسافة الأمان. أسباب مختلفة لحوادث المرور التي تعيشها الطرقات في تونس يوميا، تعمل المصالح المعنية على الحد منها عبر برامج مختلفة تشمل شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك والعطلة الآمنة. في السياحة الآن، انعقدت في ولاية المنسير جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع السياحي لاستعراض آخر الاستعدادات للموسم السياحي الحالي. وقد أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ارتفاع نسبة السياح الوافدين على المنسير. احتضن مقر ولاية المنسير اليوم جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، تدارس فيها المشاركون واقع ومشاغل القطاع السياحي بجهة المنسير. أكثر المشاكل اللي عندنا هم تنظيف الشواطئ والانجراف. الموضوع الثاني هو التزويد في اللحم، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، العظم، الحليب. عندنا شوية نقص في النقل، فخص الكتفكات ولخص الرحلات إلى الجنوب ولا الشمال. أنا في مخصص القطاع متاعنا، أنا هما عنا لباز نوتيك على تابعينا احنا مباشرة، هذوما قاعدين يعني في بعض الإشكاليات خاصة في مخصص التراخيص، وعنا في مخصص التاكسي السياحي على في بعض أغلبية النزل ما فماش محطات. تعرفوا تونس غنية بالصناعات التقليدية، قاعدين نلاحظوا توا فما برشا منتوجات قاعدة تجي من الدول الأجنبية خاصة من الصين. هذا هو البعض الإشكاليات اللي قاعدين نلاحظوا فيها. بالإضافة إلى طرح أهم المشاغل، تعرف المشاركون على استعدادات مختلف الإدارات الجهوية للموسم السياحي، وخاصة الجانب الأمني والبلدي فيما يتعلق بالنظافة والعناية بالبيئة.
بالنسبة لاستعداد الموسم الصيفي لهذه السنة انطلق منذ شهر فيفري وتم تنفيذه على طول المسلك السياحي من ساحة لذاؤوت إلى واد حمدون على مستوى مقاومة حشرات. حاولوا باش نقضيه على 21 ولا 20 الوكر اللي مازالوا. وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالإضافة إلى جلسة العمل في مقر الولاية تعرفت عن كثب على الخدمات السياحية ببعض النزل ومطار المنستير، مؤكدة على ضرورة مساهمة كل الأطراف لإنجاح الموسم السياحي بعد تحسن مؤشراته. المنستير اللي هو قطب سياحي من أهم الأقطاب السياحية في الجمهورية التونسية، ثم تطور ب 15% من عدد الوافدين و45% من عدد الليالي المقضاة. ثم استعدادات أمنية، استعدادات للنظافة، يعني عمل تقوم به البلديات، المصب اللي كان بحذا المطار وكان فيه مشاكل كبيرة ومن 4 سنوات تشكيات كبيرة جينا منهم، هذه من هوني لآخر جوان باش يتغلق. ثم كيف ميزانية رصدناها احنا من وزارة السياحة للبلديات لتنظيف المناطق السياحية، ثم مع وزارة الداخلية تأمين الجهات، وثم عمل كبير قام به المسؤول على الأمن في مستير. شفنا عديد من مسائل طرحناهم معهم، وثم لي حاجات حاضرين وثم لي زمنا باش نكملوهم. انتعاشة مرتقبة لموسم سياحي ناجح بالمنستير تستدعي مجهودا مشتركا للمحافظة عليه. في أخبار العالم نبدأ من فلسطين المحتلة، وفي الجمعة 11 من مسيرة العودة الكبرى وفك الحصار استشهد 3 فلسطينيين وأصيب قرابة 400 آخرين بجروح وفق حصيلة مرشحة للارتفاع. في جمعة الزحف نحو قطاع غزة توافد الفلسطينيون اليوم بالألاف من كل شبر بفلسطين، وجهتهم واحدة ومبتغاهم واحد، تلبية النداء والمشاركة في مليونيات القدس في تواصل لسلسلة مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي شكلت حدثا فارقا في التاريخ الفلسطيني المعاصر حسب المتابعين لتطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وخلال مؤتمر دولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية أكد أن مسيرة العودة ستستمر حتى تحقيق الأهداف، مع انفتاح الحركة على كل مبادرة تنهي الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات. مستعدون أن نتعاطى إيجابيا مع كل مبادرة حقيقية تنهي كليا الحصار عن غزة، ولكن ليس على حساب شمولية القضية الفلسطينية. تستمر مسيرة العودة حتى تحقق أهدافها، وعلى رأسها إنهاء الحصار عن قطاع غزة. وكما كان منتظرا فإن انتفاضة الحشود الفلسطينية التي تجمعت على بعد أمتار فقط من السياج الحدودي مع المحتل الإسرائيلي حاول جيش الاحتلال قمعها بكل وحشية، ما أسفر عن سقوط شهداء ومئات المصابين عندما أطلق جيش الاحتلال الرصاصة وقنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الاحتجاجات. وزعم جيش الاحتلال أنه تحرك لمنع أي اختراق للسياج الحدودي. وقد استبقت قوات الاحتلال مسيرات اليوم بتعزيز وجودها العسكري على كامل الشريط الحدودي ونشر مئات القناصة وآليات نقل الجنود والدبابات وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. ومنذ نهاية مارس الماضي يشارك ألاف الفلسطينيين في مسيرات سلمية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والمحتل الإسرائيلي للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم التي هجروا منها في 48,900. وقد أسفر قمع المحتل لهذه المسيرات عن استشهاد 124 فلسطينيا وإصابة أكثر من 14,000 آخرين، عدد منهم في حالة موت سريري. وفي مستجدات الملف السوري استرجع تنظيم داعش الإرهابي السيطرة على بعض المناطق في البوكمال السورية شرق البلاد إثر هجوم يعد الأعنف منذ سيطرة التنظيم المسلح في نوفمبر المنقضي عليها. من جهة أخرى أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 44 شخصا على الأقل قتلوا في ضربات جوية استهدفت قرى بمحافظة إدلب، والحصيلة مرشحة للارتفاع باعتبار الإصابات البليغة التي تعرض لها البعض. تتجه الأنظار إلى قمة مجموعة 7 الكبرى التي تعقد هذه السنة في كندا بسبب التوتر الذي تشهده العلاقات بين أعضاء المجموعة 6 من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، ما يؤشر وفق الملاحظين على بداية تشكل تحالفات جديدة.
وسط إجراءات أمنية مشددة ومسيرات احتجاجية كبرى معادية للعولمة، تعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الأغنى في العالم في الكيبيك بكندا، والتي تشهد هذه السنة توتراً استثنائياً على خلفية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائه، حتى أن هذه القمة سميت أيضاً بقمة الستة زائد واحد في إشارة إلى توحد المواقف بين الدول الست وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في وجه الولايات المتحدة التي بتحديدها رسوما وصفت بالقاسية على حلفائها تهدد اتفاقات التجارة الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفع شعار أمريكا أولا وفي تغريدة له على تويتر قال أنه لن ينحني وهو مستعد للتوجه إلى قمة مجموعة السبع في كندا للمحاربة من أجل بلاده التي لديها أسوأ اتفاقيات تجارة على الإطلاق على حد تعبيره. جاء تعليق ترامب عقب لقاء صحفي مشترك للرئيسين الفرنسي والكندي أكد فيه أنهما لن يسمح لتدابير الرئيس الأمريكي بترهيبهما في القمة وسط نذير حرب تجارية بين واشنطن وحلفائها، مؤكدان أنه من الضروري التوصل إلى اتفاقات دون ترامب، وهو ما يؤشر حسب المراقبين على إعادة تشكل التحالفات وتوحيد الموقف الأوروبي. وبناء على هذه التشققات يقر زعماء المجموعة بصعوبة الاتفاق والخروج ببيان مشترك، ما يرجح فكرة التخلي عن البيان التي ستكون وفق الزعماء الطريقة الأكثر صدقا، فيما سيسعى ترامب وفق محللين من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى استخدام كل وسائل الضغط لإحداث تصدعات بين الأطراف الستة والدخول في مفاوضات ثنائية من أجل إضعاف المجموعة وتفكيكها. ونهاية نزور معكم مدينة سجنان من ولاية بنزرت التي اشتهرن نساؤها بصناعة الفخار لما تتميز به التربة في سجنان من ثراء طبيعي في تلك المنطقة الجبلية. صبيحة العيار جعلت من هذه الحرفة مورد رزق لها ولعائلتها. صبيحة العيار امرأة في أواخر الأربعينات من عمرها قضت أكثر من 20 سنة في صناعة الفخار. يومياً وعلى غرار العديد من نساء سجنان تتوجه صبيحة لاستخراج الطين من رحم الأرض، فتتماهى مع الطين لتجعل منه مصنوعات يدوية وتحف فخارية توفر لها مدخولاً قادراً رغم قلته على توفير بعض الحاجيات الأساسية. نجيب الطين ساعة، نجيب الطين من الجبل نشيحوه، وبعد من نشيحوه نحطوه في الماء، وبعد نرحو لها الياجور، نرسو لها الياجور، وبعد نخلطوه بالياجور الياجور بودر، نخلطوه ونخمروه، نخلوه يتخمر يقعد حتى جمعتين، يقعد حتى الجمعة، وبعد نجبدو نملسوه البياس اللي حاجتنا به. غالبية نساء سجنان لا يعلمن سر شهرة مصنوعاتهن وقيمتها الفنية، فالكل يجتهد في صناعة الطين وزخرفته بأشكال بسيطة لكنها تحمل في الوقت نفسه قيمة فنية عالية. وفخار سجنان ليس مجرد مورد رزق فقط لنساء هذه القرية الجبلية، بل هو فن وإبداع فطري في نحت الأشكال ومزج الألوان ومحاكاة الطبيعة. بالحاجات الطبيعية هما زوز ألوان برك، الأحمر والأكحل اللي لقينا جداتنا وماتنا يخدموا بهم، وفي نفس الوقت حاجة طبيعية ما نحبوش ندخلوا حاجة شيميك في الفخار متاعنا. أسعار في المتناول معناتها اللي نخدموا فيها احنا في المتناول، معناتها كي يجيني كليون يعرفني ويعرف خدمتي شنو السوم اللي نقوله عليه ما يناقشنيش. صبيحة العياري لم تتعلم في مدارس الفنون ولم تصقل موهبتها على أيدي المختصين، لكنها هي من اهتمت بالطالبة عليا النوري التي جاءت من فرنسا لإجراء تربصها حول فخار سجنان. نشجع خدمة كما هذه خاطر عندها قيمة كبيرة في تونس والعبيد قاعدين نسين فيها، ونقول احنا بشوية بشوية في الزيتود متاعنا كي نبداو نخدموا معهم في حاجة هكيكا نجموا نطلعوا القيمة متاعها ونوريو التوينسا كيفاه يزمنا نستحفظوا على خدمة سجنان. الفخار في سجنان يستحق نفض الغبار عنه والتعريف به على أوسع نطاق. نهاية هذه النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. انخفاض في حوادث الطرقات خلال النصف الأول من رمضان وفق المرصد الوطني لسلامة المرور، ودعوة إلى تلافي السرعة وعدم التركيز عند السياقة. مؤشرات سياحية واعدة، ووزارة السياحة ترصد ميزانية للبلديات لتنظيف المناطق السياحية مع التنسيق الأمني لإنجاح الموسم السياحي.
وفي مسيرة العودة الكبرى وفك الحصار 3 شهداء ومئات الجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تي في نقطتها. نشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.